هل يجب على المسلم أن يلتزم مذهبا معينا أم يجوز له أن يقلد مذهبا آخر؟ هناك خلافات للعلماء في بعض الأحكام الفقهية الفرعية، ولا يجوز التعصب لأي رأي اجتهادي غير مجمع عليه، ومن ليس عنده استعداد للاجتهاد في مسألة عليه أن يسأل من له علم بها، ويجوز له أن يقلد أي مذهب من المذاهب المعروفة وألا يلتزم بمذهب معين، لأنه يعتبر عاميا والعامي لا مذهب له. وإذا قلد مجتهدا في مسألة فليس له تقليد غيره فيها اتفاقا، ومن التزم مذهبا معينا ففي الرجوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال: المنع والجواز، والجواز فيما لم يعمل به، وعدم الجواز فيما عمل به، على ألا يكون التقليد للغير موقعا في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه. وقد قال المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق والمتوفى 1935 ميلادية، قال: يجوز التقليد والتلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم ممن علمت مذاهبهم لضرورة وغير ضرورة قبل العمل وبعد العمل في العبادات والمعاملات، وذلك تخفيفا ورحمة بالأمة، وفضل الله واسع. والله أعلم.